تسجل. نعم، التسجيل قائم. بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرض. في الجلسة الماضية ما استطعنا أن نقرأ دعاء بحمزة لأن بحث التفسير استغرق وقتا أكثر. الآن نواصل دعاء الحمد. قلنا آخر شيء، قلنا كان هذا: وأي جهل يا رب لا يسعه جودك، أو أي زمان أطول من أناتك. فإلى هذا الحد قرأنا ووضحنا. بعد ذلك نقول: وما قدر أعمالنا في جنب نعمك. المؤمن شكور، سواء كان بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى أو بالنسبة إلى الخالق الذين يقعون كواسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. والإنسان الشكور، إذا شخص أحسن إليه يتذكر دائما يشكر مرة بعد مرة، ولكن إذا هو إذن بالمقابل فعل شيء لا يعتني به كثيرا، ربما أصلا ينسى. إذا هو أحسن ينسى، إذا أحسن الناس إليه لا ينسى. بالعكس، المؤمن إذا أساء هو لا ينسى، إذا أسيء إليه ينسى. بشكل عام، هناك استثناء، ولكن بشكل عام حبذا لو ننسى إحساننا وإساءة الناس إلينا ونتذكر إساءتنا وإحسان الناس إلينا. هذا يفيد في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. هذا بشكل عام. وبشكل خاص حينما يكون بيننا وبين الله، ليس فقط لا نعتني كثيرا بما قمنا به، بل أصلا نعترف بأنه ما قمنا بشيء يليق بالاهتمام بالذكر. أي شيء أنا قمت به، مثلا صلاتي، صومي، قراءة القرآن، فهذه مهمة، ليست لا نقول ليس مهمة، ولكن مهمة لنا. لا نستطيع أن نقول لله سبحانه وتعالى: أنت مدين، أنا فعلت هذه الأمور لك. لا، ليس هذا الشيء أشياء تذكر. فنقول: وما قدر أعمالنا في جنب نعم، وكيف نستكثر، يعني كيف يمكن أن نستكثر ونقول كان كثيرا، كيف نستكثر أعمالا نقابل بها كرمك. الكرم لله سبحانه وتعالى بحر، ما نقوم به على الأكثر كؤوس من الماء، على الأكثر مثلا حوض، بالمقارنة البحر يعد. فالمؤمن يستقل الكثير من أعماله ويستكثر حتى القليل الذي يصل إليه من الآخر. هذا من جانب أعمالنا. ما قدر أعمالنا في جنب نعمك، وكيف نستكثر أعمالا نقابل بها كرمك. بعد ذلك مسألة الذنوب والرحمة الإلهية. ففي الأول مقارنة بين أعمالنا الحسنة وكرم الجود لله، هنا المقارنة بين الذنوب أعمال السيئة والرحمة والمغفرة الإلهية. بل كيف يضيق على المذنبين ما وسعهم من رحمتك. يعني ما أن ذنوبنا كثيرة ولكن رحمتك أوسع. بعد الصلاة نقول:
اللهم إن كان ذنبي عندك عظيما فعفوك أعظم من ذنبي. من تعليمات الصلاة: اللهم إن مغفرتك أرجى من عملي، وإن رحمتك أوسع من ذنبي. اللهم إن كان ذنبي عندك عظيما فعفوك أعظم من ذنبي. اللهم إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك فرحمتك أهل أن تبلغني وتسعني، لأنها وسعت كل شيء. دعاء رائع جدا في ترتيبات الصلاة. فنقول: كيف يضيق على المذنبين ما وسعهم من رحمتك؟ يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة. إذا الله سبحانه وتعالى يبسط يديه بالرحمة، من يبقى خارج؟ يعني هل يمكن يقال يد الجود لله سبحانه وتعالى لا تصل إلى هذا الشخص ولا تشمل هذا الشخص؟ يعني هل يكون شيء أكبر من هذا؟ لا يمكن. يا باسط اليدين بالرحمة. خب، بعد الإشارة إلى المقارنة بين الأعمال الحسنة والجود والكرم الإلهي من جانب، والذنوب والأعمال السيئة والمغفرة والرحمة من جانب آخر، نقول: فبعزتك، القسم بالعزة مهم جدا، قسم بالعزة الإلهية. ولذلك إبليس قال: بعزتك لأقودنا. كان يعرف كم يكون مهما العزة الإلهية. فبعزتك يا سيدي لو نهرتني ما برحت من بابك. لو نهرتني، أما السائل فلا تنهر، يعني دفع رد. فإذا أنا آتي إلى بابك وأنت تريد أن تردني، ما برحت، أنا لا أذهب، لأنه ليس مكان آخر، أبقى حتى تفتح لي الباب. هناك شعر في آداب المتعلمين يقول: من قرع بابا ولج ولج، من قرع بابا ولج. لج هنا بمعنى إصرار، إن إذا قرعتم بابا وأسررتم بالأخير ولج، يعني دخل، يعني الباب يفتح وتستطيع أن تدخل. فالإنسان يجب أن لا يذهب إلى مكان آخر، يقرأ باب رحمة الله مرة مرتين مرات حتى بالأخير يفتح. ولا كففت عن تملقك، يبقى خلف الباب، الإنسان يبقى خلف الباب، يدق الباب ويمدح صاحب البيت. مع الأسف بعض الناس إنما لا يفتح لهم الباب يبدأون بالشكوى: لماذا لا تفتح الباب؟ أنا مزيت كثير من الوقت هنا، أنت مثلا لا سمح الله، أنت لست كريم، لست كذا وكذا. هذا يسبب المشاكل أكثر، وفي الواقع عدم فتح الباب ربما كان للاختبار، وأنت ما نجحت في الاختبار إذا تصرفك هكذا. ولكن إذا أنت خلف الباب تقول: أنا أعرف أنك كريم، أنا أعرف كل شيء، تصرفاتك حكيمة، أنا أعرف أن عندي مشاكل، رجاء لا تنظر إلى مشاكلي، لا تنظر إلى تصرفاتي، ويبدأ بالتملق. طبعا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى لا يوجد التملق. لماذا نقول التملق؟ لأنه ربما حسب معرفة هذا الشخص هو يتصور ويبالغ. لا أدري هل قد أتاكم هذا الإحساس، حينما نقرأ كلام الأئمة حول الكرم الإلهي والجود وكيف هو تعامل معنا حتى قبل الخلق، ربما بعض يتصورون هذه فيه مبالغة،
هذا شيء من التملق. نعم الله أنعم علينا كثيرا ولكن ليس بهذا الحجم. ثم بعضهم يتصورون هذا التملق، ولكن الحقيقة هذا ليس تملق، ولكن لمن لم يصل إلى هذا الحد كأنه تملق. لا بس قل هذا حتى كالتملق، ولكن إن شاء الله ستصل إلى هذا الإدراك. حتى مثلا في الدعاء مثلا نقول في دعاء كميل مثلا نقول لله سبحانه حتى لو جعلتني مثلا في النار لأعلنت أهلها أني أحبك. أنا لست بهذا المستوى، ربما هذا ولي من أولياء الله للعرفاء نعم، ولكن نحن كيف نستطيع أن نكون في النار ونقول هكذا؟ ربما شخص يقول هكذا، نقول لا بأس قل هذا، هذا ليس من الكذب، هذا من باب الأدب، من باب التملق. والتملق هنا ليس فقط جائز، تملق هنا مستحسن، يعني أنت تتشبه بمن يكون في غاية المعرفة والأدب وتريد أن تكون معهم وتتكلم مثلهم، هذا لا بأس به. لا كففت عن تملقك لمنتهى إلي من المعرفة بجودك وكرمك، لأنني حصلت على معرفة بالنسبة إلى جودك وكرمك. فما أقول ليس غير صحيح، ربما أنا لا أفهم مستوى كرمك، ولكن أنا أعرف أي شيء أقول في مكانه، أي شيء أنا أقول ربما أصلا يعني حتى ليس كافي. وأنت الفاعل لما تشاء، أنت الفاعل لما يفعل ما يشاء. ماذا يعني هو الفاعل لما يشاء؟ يعني هو يفعل مثلا أي شيء، جيد غير جيد، حسن سيء، ظلم عاد، لا بأس. لا، الفاعل لما يشاء، فعل لما يشاء يعني مشيته ليست تحدد، ليست تضيق، ليست تقدر بشيء من جانب الخالق، من جانب الموجودات في العالم، ولكن مشيئته تنشأ من ذاته، من علمه، من قدرته، من حكمته، من كماله. فليست مشيئة الله سبحانه وتعالى لا سمح الله جزافا اعتباطا، لا، مشيئته في غاية الحكمة. ولو كان عندنا نفس العلم والحكمة نحن كنا نصادق دائما على المشيئة الإلهية، ولكن نحن لا نفهم كثير من الأمور، لا نفهم. فتعذب من تشاء بما تشاء كيف تشاء، وترحم من تشاء بما تشاء كيف تشاء حسب الحكمة الموجودة. لا تسأل عن فعلك، لا يسأل عن فعله. الله سبحانه وتعالى في غاية العلم، في غاية الحكمة، في غاية الكمال، لماذا نسأل عنه؟ بعضهم يتصورون لا تسأل عن فعلك كأنه يعني الله سبحانه وتعالى نعوذ بالله حاكم قهار جبار، لا يجرأ أحد أن يسأل لماذا فعلت. لا، هذا ليس معنى، بالعكس القرآن يقول الملائكة سألوه عن فعله، السؤال عن فعل الله ليس مشكلة. حينما نقول لا يسأل عما يفعل يعني لا داعي للسؤال، يعني هو ليس مسؤول أمام شخص آخر. حتى الملائكة لا يسألون عما يفعلون، لأن الملائكة إذن دائما يأتون بالخير،
الملائكة ليس أمرهم يتردد بين الخير والشر، بين العدل والظلم. لذلك لا يوجد حساب للملائكة. الله سبحانه وتعالى فقد يصدر منه الخير. السؤال للاستفسار للاستعلام لا بأس، ولكن هل هناك شخص يحاسبه ويقول لماذا أخطأت أو لماذا مثلا قصرت؟ لا. حتى ليس فقط الملائكة، القرآن الكريم يقول حتى المخلصين ليس عندهم حساب، ليس بحاجة إلى الحساب والمحاسبة، إنهم لمحضرون. كل إنسان سيؤتى به يوم القيامة، لكن المخلصين لا، يقول إلا يستثني المخلصين. إذا هناك شخص هو كان دقيقا جدا في عمله وكل يوم كان يحاسب نفسه، إذا هناك مشاكل، إذا مثلا أخطأ في كلامه يصحح، إذا مثلا كان هناك مثلا مظلمة يستغفر ويستحل من ذاك الشخص، مثلا إذا كان ممكن على تهار، هو بنفسه يرتب كل الأمور. هذا الإنسان لا يحتاج إلى أن يأتي للحساب. إذا هناك مثلا شخص مثلا يعمل لي وأنا أكون مطمئن بأنه كل شيء حسب القرار، حسب الاتفاق، حسب القواعد، وهو يعني دقيق جدا في حسابه، إذا نعطيه مال للشراء حتى بنس واحد هو يكتب له يعني دليل أي شراء لأي شيء، نحن لا نحتاج أن نسأله، نثق به. فالله سبحانه وتعالى لا يسأل عن فعله بسبب أنه لا داعي، لا حاجة، لأنه ليس أمره يتردد بين الخير والشر. ولا تنازع في ملكك، ليس هناك شخص يستطيع أن ينازعه يسبب له مشكلة في تدبيره للعالم. ولا تشارك في أمرك، يعني ليس له منازع وليس له شريك الذي مثلا يدعمه، لا، ليس له أي تحدي وليس له أي شريك. في الواقع الشريك أيضا لله سبحانه، لنا لبما شريك جيد، ثم نحن بحاجة إلى الشريك لأننا لسنا بريئة من الحاجة. موسى عليه السلام قال وأشركه في أمري، ولكن لله سبحانه وتعالى الشريك ليس شيء جيد. لماذا؟ لأن الشريك معناه في الواقع شيء من القدرة الإلهية يخرج من دائرة قدرته، لأن الشريك أيضا يجب أن يكون له دور. ففي الواقع لله سبحانه وتعالى الشريك أيضا كمنازع. من يستطيع أن يكون في مرتبة الله حتى يكون له شريك؟ مثلا إذا عندنا مرشد حكيم، مرشد حكيم نحن نستفيد منه، ولكن إذا نقول له نحن نشاركك في القيادة، هذا لا يمكن، لا نشاركه في القيادة. إذا هو رأى أن شخصا مثل موسى رأى أن هارون يستطيع أن يكون شريكا له وهذا يفيده، هو يسأل الله سبحانه أشركه في أمري أشرد به أزري، ولكن إذا مثلا الشخص يكون تلميذ أو تابع يقول أنا شريكك، هذا في الواقع شيء من النزاع، يعني ينازعه في قيادته. فلا تنازع في ملكك
ولا تشارك في امرك ولا تضاد في حكمك. ليس شيء او شخص يستطيع ان يضاد في حكمك. انت تاخذ قرارا وشخص اخر ياتي ويلغي او يوقف ذاك القرار. ولا يعترض عليك احد في تدبيرك، يعني لا يليق باحد ان يعترض. اذا اعترض بسبب جهله، ليس اصلا لا يعترضنا. هناك كثير من الناس يعترضون على الله، لماذا انا ما حصلت على هذا، لماذا ذاك الشخص حصل على هذا. كثير من الناس يعترضون، بس معناه من يكون لديه العلم، خبرة، تجربة، الرؤية الشاملة لا يعترض عليه. إذا يعترض أحد بسبب جهلي، لا يعترض عليك أحد في تدبيره. أو شخص يأتي ويريد أن يعرقل تدبيرك، لا يعترض. لك الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. لك الخلق والقرآن يقول له الخلق والأمر. ملا صدرا يقول الخلق يستخدم بالنسبة إلى الموجودات في عالم الخلق الذي يحتاج إلى توفر الشروط، مثل الإنسان. الإنسان خلقته يحتاج إلى كثير من الأمور، أب أم، ظروف خاصة، كثير من الأمور. يجب أن يكون هناك كرة أرض، ضوء، هواء، ماء، كثير من الأمور. ولكن عالم الأمر فقط يحتاج إلى الأمر الإلهي. في عالم الخلق الله سبحانه وتعالى يخلق ويحدث ويقول كن فيكون، ولكن متى يقول كن؟ هو لا يقول كن في الأزل، بعد توفر الشروط يقول كن. ولكن في عالم الأمر فقط يحتاج إلى الأمر الإلهي. لذلك الموجودات في عالم الأمر أزلية، لأنه فقط يكفي أن يكون الله سبحانه وتعالى، وليس هناك شيء آخر. الله سبحانه وتعالى أزلي. لك الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. إن شاء الله في الجلسة القادمة نواصل من هنا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. ممكن السؤال شيخنا؟ طبعا. قلتم أن مسألة التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعزته مسألة عظم مهمة. الله وجودكم شيخنا، عظم الله وجودكم، الله يحفظكم ويوفقكم. نعم، أنها مسألة مهمة، وأن هذا يعني سر كبير أو أمر عظيم. هل تستطيعون التوسع أكثر بهذا لنفهمه أكثر لو سمحتم؟ العزة الإلهية في غاية الأهم. الله سبحانه وتعالى كم مرة يذكر أنه عزيز. عندنا بحث بالإنجليزية حول عزة في الإسلام، والحمد لله إذن نشر كم مقالات بالإنجليزية في Spiritual Quest، فوزعنا هناك أهمية العزة في القرآن الكريم، وأن الله هو مصدر العزة. وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى يعطي شيئا من هذه العزة إلى كل موجود، ولكن حينما يأتي إلى الإنسان المؤمن الله سبحانه وتعالى يعطيه من العزة كثيرا. وإذا الإنسان يكون صاحب تقوى عزته تزداد. خب، أصل العزة لله سبحانه وتعالى ترجع إلى
كماله وعدم نقصه. إذا الله سبحانه وتعالى لا سمح الله عزته تصطدم بشيء، يعني أصلا ليس إلها. كونه إلها يتوقف على عزته، لو نأخذ منه العزة لا يبقى شيء. لأجل ذلك في قسم، إذا شخص يريد أن يقسم ومثلا يسأل الله سبحانه وتعالى شيئا، فيستطيع أن يسأل الله سبحانه وتعالى بعزته، وهنا هو يقسم يقول وعزتي وجلالي مثلا، عزة مهم جدا. إبليس أيضا يقول بعزتك، يعني يريد أن يقول هذا قرار حاسم من قبلي، ولكن مع الأسف هو يعني يستخدم علمه بهذه الأمور في شكل سيء. مع الأسف يعرف شيئا ولكن مع الأسف يخطئ كثيرا. الله تعالى العزة لله سبحانه وتعالى مهمة جدا، وإذا تصرفاتنا مع العزة الآخرين أيضا يجب أن يكون في غاية الاحتياط، لأن عزة الناس في بعض الأحيان أهم من حياتهم. من يدمر كرامة شخص أو حرمة شخص هذا أسوأ من تخريب وتدمير الكعبة. الروايات يقول حرمة المؤمن على الله أكثر من حرمة الكعبة. نحن لا نستطيع أن نقبل أي شخص يمس الكعبة حتى بأخذ لبنة من الكعبة. كعبة مقدسة لنا، ولكن حرمة المؤمن ليست أقل. العزة مهمة جدا في الإسلام، يعني الإسلام دين العزة. إذا نريد أن نجعل في جملة واحدة، كل شيء يجب أن يؤدي إلى العزة والكرامة والاحترام. أشكركم كثيرا على وقتكم شيخ.